مشاهدي منصة كوليس، أهلا وسهلا فيكم لهذا الفيديو اللي عم نسجله لكم من زحلة في البقاع. رح ننقل لكم مشهد ما بعد العاصفة، وبعد 5 أيام وصلتنا عاصفة قوية قطبية، وابتداء من تاريخ 22 كانون الثاني يعني هيدا الشهر ستأتي إلى لبنان عدة عواصف قاسية جدا لم يمر بها لبنان منذ سنوات طويلة. هذا ما قاله الراصد الجوي أنتوني توما. رح أترك لكم رابط اللقاء معه عبر منصة كوليس. بعد الأثناء رح نعرض لكم المشهد هون محل ما نحن واقفين بزحلة، يعني عدد قليل من الناس اللي عم يتمشوا بسبب البرد الشديد بعد الأجواء باردة حتى اللحظة. رح نحكي عن نقطة ارتفاع متوقع أو أمر لابد منه أنه نقوله لسعر ربطة الخبز اللي متوقع أن تصل إلى 80,000 ليرة لبنانية بشهر أيار. على كل حال رح نتابع معكم هذا المشهد، ورح رأى هذا المشهد اللي عم بتشوفوه أمامنا حاليا من زحلة، حتى إذا فينا نعرض مشهد الثلوج على الجبال المرتفعة. هلأ منحاول نعرض لكم المشهد. لاحظوا معنا الضباب، لون السماء الداكن، هناك برد شديد جدا في هذا المكان. وبظل هذا المشهد الجميل هناك خبر ربما يعتبره البعض سيئا. هذا الخبر أعلنه رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور، والذي قال إن ربطة الخبز سترتفع إلى حوالي 80,000 ليرة لبنانية عند بداية شهر أيار من العام المقبل، منبها أن الإخوة من السوريين يستهلكون حوالي 65% من الخبز المدعوم. بنعرف نحن أنه سعر ربطة الخبز حاليا أقل من هذا السعر، يعني تقريبا نصف 80,000. هيدا نهر البردوني عم نشوفه بعد العاصفة، كان أحد نواب المنطقة نظف هذا النهر منذ حوالي، خليني أقولكم منذ حوالي 3 أشهر. إجا نائب من المنطقة بمبادرة شخصية منه نظف هذا النهر اللي شفتوه من شوي. إذن 80,000 هو السعر المتوقع لربطة الخبز بشهر أيار من هذا العام 2024، يعني بعد حوالي 4 أشهر. يعني السعر سيرتفع إلى ضعف السعر، يعني نحن اليوم عم نحكي ما يقارب 40,000، رح نوصل لل 80,000. يعني ما بقى في شيء مدعوم حيكون بلبنان. بفترة كان كل شيء مدعوم، الاتصالات، البنزين، المحروقات، الأكل، حتى بعض الحبوب وبعض المواد الغذائية. اليوم عم نشوف أنه لا، الدعم انشال على كل او عن كل ما ذكرناه، واليوم او بعد اشهر رح ينشال الدعم عن الخبز اللي هي مادة اساسية بالنسبة للمواطنين. على امل هيدي السنة تحمل الكثير من التغيير بظل هيدا البرد الشديد. عم برافقكم بهيدي الجولة من زحلة، اللي عم بنبسط بس عم تقولولي انه الكن زمان ما شفتوها، بما انه الكن زمان ما شفتوها بالنسبة للإخوة المغتربين ركز على المشهد اكتر ما ركز على حالي. رح ارجع اعرض لإلكن. شايفين نهر البردوني، وبذات الوقت المباني اللي فعليا اتغيرت بزحلة بأواخر عشرات السنوات، او خليني اقول بأواخر أو بآخر 20 سنة. حتى هون يعني خليني أقرب لكم، أهل زحلة المغتربين أو أهل لبنان اللبنانيين المغتربين أو حتى الأبعاد جغرافيا عن زحلة، رح أخبركم أنه هيدا اللي عم تشوفوه حاليا. رح أقرب شوي المشهد. هيدا هون شايفينه، هيدا اللي هون، هيدا كان أوتيل قديم وهيدا اللي تبقى منه، يعني أوتيل قديم جدا. رح بعد شوي شايفينه، وهيدا اللي باقي منه، هيدا تقريبا فوق البردوني دغري. يعني هي من اثار ما كان في زحلة. زحلة كان فيها 7 سينمايات عبر التاريخ. رح نعرض تقرير عن الموضوع، رح نحكي عن السينمايات الكتيرة اللي كانت في شارع، يعني هون نحن موجودين بهيدا الشارع. اذا بدي ارجع اعرض او
أعرض رؤية عامة عن الشارع من هذا المكان أو حتى من المكان اللي راح تشوفوه هلأ. هذا الشارع كمان، هذان الشارعان يؤديان إلى الشارع الأساسي، هذان الشارعان إذن اللي فيه أكبر كان عدد من السينمايات بزحلة. شوفوا معنا لون السماء بعد العاصفة والأجواء الجميلة جدا. يعني اللي بحب زحلة فعلا، أصلا ما حدا ممكن ما يحب زحلة، أجواء أو مشهدة وأماكنها. عم نشوف أيضا البيت مثلا بأعلى الجبال، أو يبدو هذا فندق حتى، وفي حتى عنا هون بالأعلى إخوتنا اللبنانيين والعرب خارج الجغرافيا اللبنانية، بيتشرفنا زيارتكم خلال الموسم الصيفي أو حتى هلأ لتتعرفوا أكثر إلى جمالية زحلة عروس البقاع. عم نشوف هيدا المشهد بالأعلى. حتى إذا بدكم نقترب أكثر، في درج موجود هون بزحلة، لخبركم شوي عن هيدا الدرج. تعالوا نضحك شوي. هيدا الدرج بيأمنوا بعض أهالي زحلة إنه اللي بيطلع عليه بيسافر. يعني اللي بيطلع هالدرج قد ما كان عنده مشاكل حرمته من السفر، ورق فيزا ما عم تطلع، أمور قانونية معينة معرقت له سفره إلى الخارج، إذا طلع هيدا الدرج اللي رح تشوفوه هلأ بيسافر. يعني بيمشي الحال معه، بتنحل أموره وبيصير برات لبنان. قال بيقولوا حسب هذه الخرافة أو هذا المعتقد الموجود أنه ما حدا طلع بهيدا الدرج ما سافر، فاللي بده يسافر ومعرقة لأموره يجي لهون. رح أعرض لكم. هيدا هو الدرج اللي أمامنا، لننطر السيارة شوي لتمر ليسمحوا لنا. تحياتنا لأهالي زحلة. الله يعافيك. عم نقول للمشاهدين عن هيدا الدرج اللي حكينا عنه هيديك المرة. بيقولوا انه كل حدا بيطلع هيدا الدرج بيسافر. دخلك اللي طلعوا بالصيفية سافروا؟ اي والله اغلبهم فال يا معلم. سافروا. قد ايه النسبة؟ 100% او معظمهم؟ خلينا نشوف هيدا ورد الخال. ايه كمان عم نحكي عن هيدا الدرج اللي هون، شايفينه؟ هيدا هو الدرج. يعطيك الف عافية، شكرا لك، منشوفك. الله يعافيك. اذا هيدا الدرج اللي حكينا عنه، وهيدا مدخل البردونة. الاجواء باردة جدا، ما في خبركن قديه. هلا بتقولوا لي لابس قميص وطالع هيك، هيدا نهر البردوني عم نشوفه بهيدي اللقطات المباشرة أو الحية اللي عم نصورها بتوقيت الساعة 5 بتوقيت بيروت. هلا أنتم بتشوفوا الفيديو بوقت شوي مأخر حسب توقيت بلدكم أو إن كنتوا بلبنان، لكن تم تصوير هذا الفيديو في أو عند تمام الساعة 5 في 17 من كانون الثاني. بعد 5 أيام حسب أنتوني توما الراصد الجوي وصلتنا عاصفة قطبية قوية جدا. إذا هذا المشهد الجميل. بدنا نشكر جميع المشاهدين على متابعة هذا الفيديو. إذا ربطة الخبز إلى ارتفاع، عواصف قطبية واصلة لإلنا. في ناس بيشوفوا هيدا الجانب إيجابي، في ناس بيشوفوه سلبي. خلونا نقرب كرمال الصوت يصير أوضح. لكن على أي حال نأمل أنه الإيجابية تكون عنوان كل المشاهد اللبنانية، إن كان هلأ أو بعدين. عبدالله بعلبكي كان معكم، منصة كوليس رح ترافقكم دايما بآخر القضايا الفنية الاجتماعية وغيرها من أي قضية ممكن تهمكم على أي صعيد كان. إلى اللقاء. كوليس ما بعد المشهد.